أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم انفخ روح بركة في كلامنا، اللهم انفخ روح بركة في كلامنا، واجعل أفئدة كثير من الناس تهوي إليه. مشاهدينا الأكارم، نحن معكم في هذه الحلقة من برنامج منهاج الطالبين. هذه الحلقات هي تقدمة لهذا الكتاب العظيم في موضوع التربية، تربية النفس، موضوع كيف نصبح أناسا خلوقين على درجة عالية من الأخلاق، كيف نحارب حقيقة الشيطان، كيف نصل إلى أعلى الدرجات الروحانية، كيف يمكن أن نربي أبنائنا حتى يكونوا عبادا مخلصين لله عز وجل وموحدين لله عز وجل، ويكونوا أولاد على مستوى عالي من الأخلاق، ويكون كل واحد منهم محمدا في مجتمعه. تحدثنا في الحلقة السابقة عن 19 إرشاد، يعني ملخص الإرشادات 26 التي ذكرها المصلح الموعود رضي الله عنه في هذا الكتاب. في هذه الحلقة نستكمل ملخص هذه الإرشادات، التوجيهات التي كتبها المصلح الموعود ناصحا الأهل، ناصحا الأب والأم. نحن معكم الآن ومع ضيوفي الأكارم، الأستاذ عبد القادر المدلل والأستاذ أيمن المالكي، في الإرشاد 20. الإرشاد هذا يقول المصلح الموعود: يجب منع الأطفال من أن يلعبوا في مكان منعزل. ما هي الحكمة؟ ما هي الفلسفة من هذا الإرشاد؟ ما علاقة هذا الإرشاد في التربية وفي الأخلاق؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الإرشاد فيه حكم كثيرة، من أبرزها أنه لعب الطفل لوحده يحرمه من محاسن كثيرة يأخذها من اللعب مع الأطفال: تعلم، تكوين صداقات جديدة، علاقات اجتماعية، وأيضا الشجاعة والعمل الجماعي وروح الفريق وكل هذه الأمور. إذا تعود على اللعب منعزلا سيحرم من هذه المحاسن، من هذه السلوكات سيحرم من تعلمها. وأيضا العزلة تترك فراغا لشياطين الجن والإنس. أيضا يعني دائما نحن نسمع أيضا في أخبار هناك اختطاف لأطفال، هناك اغتصاب أطفال، هناك أفعال شنيعة جدا تحدث للأطفال، عادة ما تحدث لطفل منعزل. فلذلك أيضا بعدم السماح لأطفالنا بأن يكونوا منعزلين نساعد في حمايتهم من الأشرار. نعم، تضيف الأستاذ فقط. أريد يعني أن أذكر في الإرشاد 19 هنا أضاف الخليفة رضي الله عنه نقطة أخرى، وهي أن ذرائع نشوء الكذب هي دقيقة وكثيرة جدا، وذكرها هذه النقطة في نقطة تعاطي المخدرات، لأن الطفل في هذه المرحلة هو يتحدث عن كل ما يخطر بباله وكأنه حقيقة، وهو يمزج بين الحقيقة والخيال ويتحدث عن الخيال، وحتى النقطة التي تحدثنا عنها عن القصص الخيالية والخرافية هو يتحدث عنها وكأنها حقيقة ويتحدث عنها أمام الآخرين. من هنا لابد من توجيه الطفل في هذه المرحلة، لابد من تنبيهه أن هذا الذي تتحدث عنه هو خيال،
وليس حقيقة، وهذا يكون من خلال التوعية المستمرة لهذا الطفل، وإلا فإن للأسف خلق الكذب سوف ينشأ به. وأن عملية التربية، عنوان فشل عملية التربية، أن الطفل يكذب، لابد من استئصال ذرائع الكذب، لأنه إذا وقع الطفل في الكذب فمن الصعب جدا إصلاح هذا الطفل، أو دعني أقول أن عملية الإصلاح تبدأ من أن ينشأ هذا الطفل على قول الصدق. نعم، ينبغي، يقول في الإرشاد 21، ينبغي منعهم من التعري. نعم، يعني الحكمة من هذا الإرشاد أنه لابد أن نربي الطفل على خلق الحياء وهو منذ الصغر، وكذلك يعني إذا تعود الطفل على أن يتعرى مثلا في كل الأوقات، فربما هذا الشيء يجعله يعبث باستمرار في أعضائه الداخلية، وربما يمارس ممارسات بشكل عفوي غير صحيحة تؤدي به إلى أن ينزلق بمنزلقات خطيرة جدا. وحتى نغلق هذا الباب ونرسخ فيه خلق الحياء، فلا نسمح له بالتعري. وهذه هي صفة على فكرة فطرية عند الطفل. الطفل دائما يحاول أن يكتشف ذاته، يحاول أن يكتشف نفسه. من هنا لابد أن نتعامل بحذر في هذا الموضوع. يجب أستاذ أيمن تعويد الأطفال أن يعترفوا بخطئهم دوما. نعم، خير ابن آدم كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. من هنا لكي نحصل على في النهاية على إنسان تواب يعترف بأخطائه أمام الله سبحانه وتعالى، ويسعى للتوبة منها والخروج منها، هو أن يبدأ بالتعويد من طفولته، أن يعترف بأخطائه، يعترف بها أمام نفسه وأمام الله سبحانه وتعالى، لأن أول خطوة لإصلاح أي خطأ هو الاعتراف بوجوده. يعني حتى في العمل، يعني حتى إذا كانت هناك شركة أو مصنع، الخطوة نحو التقدم وإصلاح الأخطاء هو الاعتراف بوجودها أصلاً، وهي أيضاً هذه خطوة قد تكون هي الأصعب. يعني بعض أصحاب الأفكار المنحرفة أو الخرافية، الأصعب بأن يقتنعوا بأن فكرتهم خاطئة. الأسهل أن يبنوا فكرة جديدة صحيحة، ولكن الأصعب أن يقتنعوا بأن الأفكار التي لديهم خاطئة ويهدموها، لأنهم يكونوا متشبثين بها وبصحتها يعني تنزهها عن الخطأ بشكل كبير. وهكذا يكون الإنسان ينظر إلى نفسه، يجب أن ينظر إلى نفسه أنه خطاء، قابل للخطأ، قابل للزلل، قابل لكل هذه الأمور، حتى يكون إنسانا توابا. يعني نحن بحاجة إلى أن نتوقف قليلا عند هذا الإرشاد، لأن يعني هذا السلوك وتنمية هذا السلوك عند الطفل غاية الأهمية. الطفل الذي يعترف بذنبه وبخطئه لا يمكن أن يترسخ فيه هذا السلوك إلا إذا نشأ في بيئة تغذي هذا السلوك، نشأ في بيئة يرى فيها الإبن أن أباه عندما يقع بخطأ اتجاه أمه مثلا هو يعترف بالخطأ ويتراجع، وكذلك الأم، وعندما يرى حتى معلمه عندما يقع بخطأ يعترف بهذا الخطأ أمام الطالب. هذه البيئة هي التي تقدم النموذج لهذا الطفل الذي يجعل هذا الطفل يعترف بخطئه. ولذلك يقول الخليفة الثاني يجب على الآباء ألا يتستروا عن أخطائهم أمام أطفالهم، يجب أن يعترفوا بالخطأ حتى نربيهم على الاعتراف بالخطأ. لأن الطفل، دعني أقول لك أن الطفل الذي اكتسب هذه الصفة هو طفل صادق، هو متواضع. نكون قد أوجدنا في داخله مجموعة من مكارم الأخلاق، نعم، والإيثار، مجموع كل الأخلاق تكون، والشجاعة، كل هذه الأخلاق تكون قد رسخناها وزرعناها في هذا الطفل. من هنا أدرج الخليفة الثاني عدة طرق تساعد المربين لتحقيق هذا السلوك عند أطفالهم، وهي أنه أولا مثلا يجب
أن نعود الطفل على أن يقول الصدق، وأن يفهم الطفل أن الخطأ ممكن أن شيء طبيعي، ولكن الغير طبيعي أن لا يعترف الإنسان بخطئه وألا يغير من هذا السلوك ومن هذا الخطأ. ولابد أيضا أن هذا الطفل أيضا يحاسب على هذا الخطأ، بمعنى يدفع أو يتحمل جزءا من المسؤولية ويقدر الضرر إذا كان هناك ضرر يقدر، فربما يقتطع من يعني مصروف الطفل. إذن لابد أن يعالج هذا الموضوع، لأنه إذا نجحنا مع أطفالنا في هذا الإرشاد، في هذا تنمية هذا السلوك، نكون قد يعني قد قفزنا خطوة كبيرة نحو التربية الصالحة، التربية على الأخلاق والتربية الروحانية. نعم، المستعد الموعود تحدث عن عدة طرق مؤدية إلى ذلك، كيف تعويد الأطفال بأن يعترفوا بخطئهم دوما، وكما ذكرت أستاذ عبد عن التزام الأباء بعدم التستر على أخطائهم أمام الأطفال أو المعلمين أو المربي أو المرشد أو أي كبير، يعني يجب أن يعترف. يقول في الفقرة يعني التعاطف أيضا، نعم، يعني علينا نتعاطف مع الطفل، وهذا نستنتج منه أن البيئة التربوية الصحيحة هي بيئة محبة متعاطفة فيها الكثير من العطف والحنان والمشاعر المحبة بين أفراد الأسرة. ويعرف الطفل أنه إذا ما اعترف بخطئه لن تنزل عليه عقاب ساخط وشديد جدا غير مناسب لخطئه من قبل الأهل وقسوة، يعني يعرف أن خطأه سيتقبل بالتفهم من الأهل، سيساعدونه على إصلاحه وإلى ما ذلك من هذه الأمور، ولا يتوقع العقوبة الشديدة دون حدود. ومن أجل أيضا إنقاذ الطفل من الخطأ في المستقبل، ينبغي التحدث إليه بطريقة يشعر بها أن تصرفه هذا قد آذى والديه وسبب لهما مشكلة كبيرة، التفاهم، النقاش. يعني أيضا يجلس مع الطفل، يتحدث معه المربي لكي يفهم هذا الطفل لماذا يعتبر هذا السلوك خطأ، ويعززه، يشجعه، ويمدحه على أنه اعترف بهذا الخطأ، ويدله على السبيل لإصلاح هذا الخطأ. مثلا إذا أن يعوض، يعني إذا عمل خسارة، نعم، يعني هذا الطفل قد ألحق خسارة بصديقه، فيجب على الأب أن يعوض، يدفع أو يحضر شيء ما هذه أصول التوبة. يعني التوبة ماذا؟ التوبة أولا الشعور بالذنب، يعني الشعور بالخطأ، بأن الإنسان أخطأ، والاعتراف بهذا الخطأ، ثم توجه الله سبحانه وتعالى بالدعاء بالغفران. وأيضا من أحد الشروط للتوبة هي رد المظالم إلى أهلها. نعم، يجب أن يرى الطفل أمام، يعني الأب لا يذهب يعوض قيمة الخسارة للطرف الآخر إلا أمام الطفل لكي يعرف أن حتى يشعر، وإن أمكن يجعل الطفل يساهم في دفع هذه التعويضات. لابد أن يكون يعني شعار المربي عليك أن تصلح ما أفسدته، يجب يعني هكذا تكون سياسة في تعاملنا مع أطفالنا. وفي الرابع يقول المصطفى المعود، إذا أردتم توبيخ الطفل فيجب أن يكون ذلك على انفراد، يعني من باب أخوك إن نصحته سرا أفدته، وإن نصحته جهرا فضحته، وهكذا. يعني النصيحة دائما تكون بشكل سري، لأن الهدف من النصيحة الإصلاح وليس الفضيحة، إفضاء، يعني فضح يجب تمليك الطفل بعض المال. أستاذ عبد القادر يقول المصطفى المعود في الإرشاد 23 أن فيه مما يولد فيه الصفات التالية: صفة التصدق، واثنين التوفير، ثلاث مساعدة الأقارب. نعم، يعني هذه هي الحكمة أصلاً التي ذكرتها في هذا الإرشاد، وهي أيضاً تجعل الطفل تولد فيه الحرص على الممتلكات الخاصة، وأيضاً تولد فيه الحرص على الممتلكات العامة، تولد فيه وتنمي فيه المسؤولية. عندما تملك الطفل مال، هو يشعر بأنه مسؤول عن هذا المال، وهو يسعى لأن يحافظ عليه. وإذا وجه الأب ابنه كيف يصرف هذا المال ويخرجه، وبالتالي هو ينمي فيه صفات أخرى مثل التصدق على الآخرين، الإحساس بالآخرين، مواساة الآخرين، وهذه نقطة مهمة جدا. عندما يجد الطفل أن صاحبه مثلا محتاج وهو فقير ويتصدق بجزء من ماله ولو كان قليلا، فإنما أنت ترسخ
في ذات هذا الطفل خلق عظيم، هو خلق المواساة والعطف على الآخرين. نعم، نحن وصلنا إلى الإرشاد الرابع والعشرين. يجب أن يكون هناك بعض الأشياء مشتركة بين الأطفال، مثلا يمكن أن يعطى لهم لعبة ما، ويطلب منهم أن يلعبوا بها جميعا لأنها ملك للجميع، فلا يفسدها أحد، وهكذا يتولد لديه الحرص على المحافظة على الأملاك العامة. نعم، هذه الحكمة أيضا هي أن نربي إنسانا يفهم روح الشراكة، يفهم معنى أن يكون شريك، وهذا معنى هام جدا، وهو سيحتاجه في العمل، وسيحتاجه في وطنه وفي البيئة، سيستفيد منه في جماعته، في أي مجموعة يكون فيها سيستفيد من مفهوم الشراكة الذي سيكونه. هذا واحد. واثنان أيضا أنه يعني يصبح لديه توجه نحو تقدير الأموال العامة والممتلكات العامة واحترامها، ومعرفة أنه لا يمتلك حرية التصرف بها لوحده، وأن حصته فيها لا تخوله لإلحاق الضرر بحصة الآخرين. الآن الأطفال الذين يتشاجر مع أخيه على لعبة وهو عمره 3 أو 4 سنوات، وبقي هذا السلوك لديه، أتوقع أن يتشاجر مع أخيه على قطعة أرض معينة عندما يصبح رجلا، ويعني يكون هناك قطيعة وشجار بينهما وإلى آخره. لذلك يعني هذه تجارب نفحص أطفالنا وهم صغار يتشاجرون على الألعاب، لا، يجب أن نصل إلى المرحلة أن يلعبوا سوية وأن يحترموا حقوق بعضهم في هذه الألعاب المشتركة، وينمو روح الفريق وروح الجماعة والتعاون وكل هذه المفاهيم، لأنها ستبدو على شكل أضخم وأكبر عندما يكبروا. نعم. يتحدث في الإرشاد 25، ينبغي تعليم الطفل الأخلاق والآداب الإنسانية بشكل مستمر. نعم، بشكل مستمر، يعني لابد للمربي دوما أن يذكر أبنائه بالأخلاق والآداب التي جاء بها الإسلام العظيم. ولكن أريد هنا يعني أن أنبه إلى حكمة أخرى. نتحدث هنا الخليفة الثاني عن الآداب الإنسانية، لابد لهذا الطفل، لابد أن يوجه ويعلم هذا الطفل بأنه لابد أن يلتزم بالآداب العامة في أي مكان يذهب إليه. إذا ذهب إلى مستشفى، إذا صعد في ذهب إلى مطار، إذا ذهب إلى ملعب، هنالك لوائح وإرشادات في الماشي في الشارع، لابد التقيد بها، لابد أن صحيح لابد أن يتقيد بهذه اللوائح. هنا مثلا لا يجوز الإزعاج، هنا لا يجوز التدخين، هنا لا يجوز. لابد أن يقدم نموذجا. الطفل المتربي والموجه من قبل المربي هو أكثر الناس تقيدا بمثل هذه الإرشادات واللوائح في أي بلد يذهب إليه، بلد مسلم أو غير مسلم، في أي مكان لابد أن يكون متميزا، لابد أن يكون متقيدا في مثل هذه الآداب، القوانين، واحترام القوانين، صلب الدين وليس من خارج الدين. نعم، حتى القوانين الإنسانية التي... الإسلام هو دين عالمي، البعد الإنساني هو بعد أساسي وجوهري في الدين الإسلامي، فالآداب الإنسانية يحضن الإسلام على الالتزام فيها عند أي شعب من الشعوب في أي مكان على سطح الكرة الأرضية. أنني أرى أن الفكرة، لب الفكرة في هذا الإرشاد هو الكلمتان بشكل مستمر. ينبغي تعليم الطفل الأخلاق والآداب، هذا ليس بجديد في هذه الإرشادات، ولكن بشكل مستمر. ماذا نعني بذلك؟ كثير من الأهالي يركزون على سلوك أبنائهم وأخلاقهم عندما يزورهم الناس وعندما يخرجون من المنزل. يعني إذا قام الطفل بسلوك معين، مثلا صرخ أو تكلم بكلمة أو شتيمة معينة في الأوقات العادية لا يحاسبونه، ولكن إذا كان هناك ضيوف أو كانوا هم خارج المنزل يحاسبونه. الآن هذا خطأ كبير جدا. التربية هي في كل وقت، في كل الظروف، في كل حين، بغض النظر موجود هناك من يشاهد أو ليس هناك من يشاهد، في البيت، في السوق، في المدرسة، في كل الأحوال خط مستقيم ليس فيه شذوذ وليس فيه اعوجاج. يعني لابد أن تعرف الثبات. عدم الثبات يعني أنك تهدم بعدما كنت تبني. نعم. نخرج إلى استراحة قصيرة. مشاهدين الأكارم، كونوا معنا لنستكمل هذا الموضوع الهام.
يمناك الخير مرابعه والحب فؤادك موئله. يمناك الخير مرابعه والحب فؤادك موئله. والبدر الساطع في الظلمات بهاؤك نور مطلعه. يمناك الخير مرابعه والحب فؤادك موئله. والبدر الساطع في الظلمات بهاؤك نور مطلعه. مولاي خيولك مسرجة زحف والله يمجده. تدعو للرحمة والإسلام وصوت الحق يؤيده. وظهرت على كل عنيد بصريح القول تؤدبه. وعلوت تعمم هام المجد ومجدك عال موطنه. ومجدك عال موطنه. مسرور أنت معي ومعي روح الإسلام خزائنه. مسرور أنت معي ومعي روح الإسلام خزائنه. أهلا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الأكارم. نعم، نحن وصلنا إلى الإرشاد 26، ينبغي مراعاة رياضة الطفل وتعويده على تحمل المشاق. لابد أن يتحمل الطفل المشاق لأن ذلك يفيده في إصلاح نفسه وفي رقيه الدنيوي أيضا. أريد أيضا هنا يعني توضيح أكثر في هذا الإرشاد يعني باختصار. نعم، الإنسان يعني لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن إحداها عن جسمه فيما أفنى. يعني سيسأل الإنسان عن هذه الأمانة التي أعطيت له. ينبغي على كل إنسان أن يسعى قدر استطاعته أن يكون في أصح وأقوى حالاته من خلال ممارسة الرياضة وغيرها، و بدءا عملا بمبدأ أن لا تقول ما تفعل فقد بدأنا نحن أيضا في هذا الإرشاد. بدأنا نتريض ونزيد من قدرتنا وصحتنا الحمد لله. فهذه أحد الفوائد العظيمة التي استفدناها من هذا البرنامج. يعني هنا الحكمة من هذا الإرشاد ذكرها الخليفة الثاني بأن الهدف من الرياضة هو تحميل تعويد الطفل على تحمل المشاق. يعني نريد أن نملك الطفل من هذه الرياضة القدرة على التحمل والصبر ومواجهة المشكلات والتحديات. يعني هذه الفلسفة والغاية من الرياضة، لأن طبعا الرياضة بشكل عام هي فيها إجهاد للجسم وتحتاج إلى صبر. يعني كثير من الناس يمارسون الرياضة ولكن قليلون من يستمرون بها لأنها تحتاج إلى تعب، تحتاج إلى صبر. فالهدف هو أصل عملية التربية من جذورها بأساسها نحن نريد ليست السلوكيات بذاتها الغاية، وإنما نريد من خلال هذه السلوكيات أن نملك الطفل أدوات يستطيع من خلالها أن يرتقي روحانيا وأخلاقيا. فالذي يتحمل المشاق يستطيع أن يرتقي روحانيا، يستطيع أن يقيم الليل، يستطيع أن يؤدي العبادات المختلفة. الذي يتعود المشاق يستطيع أن يعمل الأعمال الشاقة وبالتالي يترقى دنيويا. فالرياضة لها تأثير روحاني وتؤدي إلى الرقي الروحاني والدنيوي عند الإنسان. الرياضة أيضا ليست رياضة الجسم فقط، مثلا لعب الشطرنج هو رياضة،
وأيضا التفكير وأيضا رياضة. يعني الرياضة مقصود التمرن، التدرب، التمرس على الأشياء. هو ركز، هي صحيح، ولكن هو ركز طبعاً على المشاق، على نعم الجهد صحيح. أيضا لما لا يلعب الشطرنج يعرف كم تحتاج إلى صبر هذه اللعبة. حتى الرياضة العقلية هي يعني تملك الإنسان أداة التفكير، والتي هي ضرورية لقدرته على حل والتركيز وحل المشاكل وقدرته على حل المشاكل. يعني إذا لا يمتلك هذه الأداة، كيف سيواجه المشاكل؟ كيف سيواجه المصاعب والتحديات والابتلاءات؟ فبارك الله لكم. ومشاهدينا الأكارم، يعني تحدثنا عن ملخص الإرشادات 26 حول تربية الأطفال. يقول المصلح الموعود رضي الله عنه: خلاصة القول، لن يعد الطفل أنه قد تلقى تربية حسنة وفق التعريف بالأخلاق والروحانية إلا إذا ماذا؟ تحلى بما يلي: 1، أن يكون خلوقا ويتمتع بالروحانية. 2، يقدر على تحويل الآخرين ليكونوا مثله. 3، يقدر على التقيد بقوانين الجماعة ونظامها. 4، أن يكن لله عز وجل حبا خالصا يفوق حبه لأي إنسان أو أي شيء آخر. يعني هذه أمور، كيف يمكن أن نعرف أن هذا الطفل فعلا خلوقا ويتمتع بالروحانية؟ نعم، يعني بداية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مرة أخرى يعلمنا، يعني في البداية أريد أن أقول أن المصلح الموعود في هذا الإرشاد أو في هذا التوجيه الذي يوجهه هنا إياه، يعلمنا أن الأخلاق أولا، ويذكرنا الأخلاق هي صفات الإنسان التي تتصل بعلاقته مع الكائنات الأخرى، المخلوقات الأخرى، وأن الروحانية هي صفات الإنسان التي تتعلق بعلاقته مع الله سبحانه وتعالى. وأيضا يعلمنا المنهج العلمي في التربية، والذي المنهج العلمي الذي يقتضي أخذ التغذية الراجعة من التربية. يعني نلاحظ ماذا يقول المصلح الموعود: خلاصة القول، لن يعد الطفل أنه قد تلقى تربية حسنة وفق التعريف في الأخلاق الروحانية إلا إذا تحلى بما يلي. إذن هذه هي المخرجات التي يقول المصلح الموعود أنها يجب أن تكون موجودة في الطفل، هذه النتائج التي يجب أن تكون موجودة حتى تحكم تغذية راجعة، تحكم على خطوات التربية التي قمت بها بأنها كانت ناجحة. الآن في حال عدم، إذا في حال لاحظت أن هذه النتائج غير موجودة أو فيها نقص أو فيها خلل، إذن عليك الرجوع إلى الخطوات التي استخدمتها، ولتعرف أين الخلل الذي حدث لكي تعرف كيف تصححه. هذا هو المنهج العلمي أصلا في التفكير. يعني شوف النتائج، شوف الأثمار. بالضبط، بالعلم نسميها يعني الأوتبوت، المخرجات. الآن يعني هذا ما تريد أن تقول. نعم. أنظر في ابني، إذا كان يتمتع ب مستوى عالي من الأخلاق ومستوى من الروحانية، فأعرف أن قد عملنا بشكل صحيح في التوجيهات والإرشادات، ليس فقط بهدف النقد والمعرفة، المعرفة البحتة هكذا، لا، ولكن بهدف العودة والتصحيح، لأن دائما هناك مجال التصحيح، يكون يعني مجال قليل أحيانا وصعب أحيانا أخرى، ولكنه دائما موجود. هذا شيء. وشيء آخر أيضا يعلمنا المصلح الموعود من هذا القول، أن الأمور تعرف بخواتيمها، أن كل الشعوب، كل الأباء، كل الأمهات، كل المربين يبذلون جهدا في التربية، ولكن ليس الكل ينجح في هذا الجهد وتخرج لديه نتائج طيبة. لماذا؟ يعني هذا تساؤل حير الكثيرين. لماذا يعني الكل يجتهد، لا يوجد أب ولا توجد أم لا تجتهد في التربية، ولكن لماذا تكون المخرجات إيجابية، النتائج إيجابية عند البعض ونتائج سلبية عند البعض الآخر؟ هذا أيضا تساؤل مهم. الجواب عليه هو ضخم جدا، لا نستطيع أن نوجزه ولا في حلقات حتى، ولكن لبه يقول بأن مقصد التربية وأن الدعاء
وأن الأخذ بالأسباب التي بيناها سابقا طرق التربية، لا بكل خطواتها. يعني بعض الأحيان يمكن يقول الإنسان لو عملت في 15 تركت الباقي فأيضا هذا لا ينفع، بالضبط، لأن يجب أن إذا صعدت بالسلم يجب أن تصعد خطوة خطوة وأن تثبت ولا أن تسقط. نعم. يعني تصعد تصل إلى الدرجة الرابعة وإذا أنت تركت يعني الإرشاد الأول أو الإرشاد الثالث وهكذا. بالضبط. يعني هي مثلا كهذه الطاولة هي فيها عشرات المكونات، ولكن إذا مكون واحد فقط مثلا نقص تفقد وظيفتها وتفقد أهميتها. وهكذا أيضا في التربية، إذا إرشاد واحد من هذه الإرشادات أهمل فإنه سيجعل لدى الطفل يعني باب عظيم من الخطأ ومن النقص ومن العجز في أخلاقه وروحانيته. ونقطة أخيرة فقط، يعلمنا أيضا أن أخلاق الإنسان وروحانيته أمران مكتسبان، وهذا جدا مهم. يعني يقول المصلح الموعود لن يعد الطفل أنه قد تلقى. إذا لا يولد الإنسان ومعه أخلاقه وروحانيته. الأخلاق والروحانية هما أمران مكتسبان يكتسبهما الإنسان في هذه الدنيا، في البداية من خلال أسرته ومربيه وثم بعد الرشد من خلال نفسه أيضا. نعم، لكن أيضا قلنا ذكرنا أن في أشياء موروثة. نعم، ولكن حتى هذه يمكن تعديلها بالاكتساب. نعم. يعني الحقيقة أن الخليفة الثاني بعدما تناول هذه الإرشادات 26 هو يحدد ملامح الشخصية الإسلامية التي تلقت التربية الإسلامية الصحيحة، وهي ترتكز أو تتجلى في 4 ملامح لابد أن تظهر بشكل جلي وواضح في هذه الشخصية التي تلقت هذه التربية. وهذا ما يميز التربية الإسلامية عن التربية المدنية المعاصرة. مثلا التربية المدنية هي تركز على الجانب الأخلاقي، ولكنها لا تركز على الجانب الروحاني وعلاقة الإنسان بخالقه، بمعنى تعزل علاقة الأخلاق عن علاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى. هنا هذه التربية ليست مكتملة في هذه الحالة، وإذا كان هنالك خلل في الروحانية فلا بد أن يكون هنالك خلل في الأخلاق، وإذا كان هنالك خلل في الأخلاق فلا بد أن يكون هنالك خللا في الروحانية. الذين يزعمون بأنهم يؤدون العبادات وأن علاقتهم بالله سبحانه وتعالى جيدة من ناحية، ومن ناحية أخرى ترى أخلاقهم في واد آخر عندما يتعاملون مع الناس هم يناقضون أنفسهم، لأنه لا بد أن يتحقق الأمران معا، الأخلاق والروحانية. والمعلم الآخر والمهم جدا أنه ليس فقط أن الإنسان يريد أن يكسب لنفسه هذه الأخلاق وأيضا العلاقة المتميزة مع الخالق المتمثلة بالروحانية، يجب أن يؤثر على الآخرين. ما اكتسبه لنفسه يجب أن تكون عنده القدرة على التأثير في الآخرين، لأن نظرة المسلم هي نظرة ينظر دائما إلى حب الخير للآخرين، هو يريد الخير. ما ناله من هذه التربية يريد أن يكسبه للآخرين. والنقطة الأخرى أن حب الله سبحانه وتعالى هذا مؤشر مهم جدا، الذي تلقى هذه التربية لابد أن يكون حب الله سبحانه وتعالى في داخله فوق حب كل شيء من الأشياء العزيزة على نفسه، من المال، من الجاه، من الأبناء، من العشيرة، من الأزواج، من كل هذه الأشياء المحببة. هذا هو المؤشر. ولكن لا يمكن هذا الطفل يكون قد وصل إلى هذه المرحلة من الحب لله سبحانه وتعالى إلا إذا نشأ في بيت أصلا يكون فيه المربي حبه لله سبحانه وتعالى يفوق كل حب، كما يقول الخليفة الرابع رضي الله عنه في هذه الجملة المؤثرة: إن أولئك الذين يشكل الله عاملا قويا ومسيطرا في حياتهم يكلمون أطفالهم بشكل دائم ومستمر عن الله تعالى. لا ينشأ حب الله سبحانه وتعالى في الإنسان فجأة. إن أولئك الذين يشكل الله عاملا قويا ومسيطرا في حياتهم
يكلمون أطفالهم بشكل دائم ومستمر عن الله تعالى، فحتى يصبح الله سبحانه وتعالى بالنسبة لهؤلاء الأطفال هو محبوبهم، هو هذا الذي يعشقونه ويحبونه. وعندما إذا تحدث المربي عن البطل الفلاني وعن اللاعب الفلاني والممثل الفلاني، فبكل تأكيد عندما يكون هذا هو كلامه الدائم والمستمر، فبكل تأكيد أن أطفاله سوف يعشقون ويحبون هذا اللاعب أو الممثل ويعلقون صوره ويدخل في أفكارهم وخواطرهم. إذن هذه هي التربية المتميزة التي يعني استقاها الخليفة الثاني من نبع الإسلام الأصيل. والله يعني أنا فعلا أشكركم جدا على هذا الملخص، وما قاله المصلح الموعود فعلا الله سبحانه وتعالى ينور مرقده ويرفعه في أعلى عليين. هذه فعلا البركات وفعلا معايير يعني يجب أن ينتبه إليها الإنسان. يمكن أحد يقرأها لكن بعض الأحيان كأنها كما ذكر الخليفة أيضا في الخليفة الثاني، أن يجب أن ينتبه الإنسان ويتابع برامج الجماعة حتى لعل اللي هي لحظة في حياة الإنسان تحوله من عبد للشيطان إلى عبد الله. يعني عندما ذكر قصة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما ذهب وزجر وضرب زوج ابنته عندما سمع بإسلامه، ثم ضربت أخته، وبعد ذلك سمع بعد أن اغتسل وقال ماذا تقرأين وكذا، فهي نقطة تحول عندما ذهب إليها وسمع القرآن وبدأ يبكي. فالقضية يجب أوجه أيضا ندائي، طبعا هذه النصيحة لي أولا وللإخوة والأخوات، أن نتابع هذه البرامج والدروس بشكل مستمر ونثابر. يعني بعض الأحيان يمكن الإنسان يشعر في نوع من الملل، لا، لأن لا يعرف متى تأتي هذه اللحظة التي يرتقي فيها الإنسان ويرتفع ويكون مرضيا عنه عند الله عز وجل. يعني لا نعرف متى تأتي اللحظة أو تأتي الفكرة الذي يستفيد منها الإنسان ويساعده في تربية ابنه ويحول هذا الطفل من إنسان مجرد إنسان مادي دنيوي يلعب ويلهو إلى إنسان، إلى طفل أو شاب أو شابة يتمتع في الشجاعة ويتمتع في الأخلاق العالية ويتمتع في الروحانية. فعلا يجب أن نعود ونذكر أن إذا أردنا أن نعرف أننا سعينا بشكل صحيح في 26 إرشاد وإذا قمنا بهم بشكل صحيح تكون النتيجة كما يلي: يجب أن ننظر في ابني، في بنتي، إذا كان خلوقا ويتمتع بالروحانية. إذا لم يكن خلوقا بمستوى عالي، ولا نقول جزئي، الأخلاق يجب كما قال المسيح الموعود عليه السلام: اجملوا فعل الخيرات، كل مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الماء النقي معروف، ما هو الماء النقي الآن؟ أي الشوائب بالملايين، ولكن شائبة واحدة تكفي لكي يصبح هذا الماء عكرا، يقدر على تحويل الآخرين ليكونوا مثله. يعني فعلا هل ننظر في ابني، في بنتي، هل ابني يستطيع أو عنده القدرة أن يحول صديقه مثله، أو هل بنتي تستطيع أن تحول صديقاتها مثلها؟ لهم أثر إيجابي، لهم أثر إيجابي. إذا لم يكن فإذا هناك خلل في 26 إرشاد، يجب أن ننظر في أي إرشاد قد أحدث هذا الخلل. وأيضا نظرا إلى أخفقنا يعني جذور الأخلاق، فإنه من ليس لديه قابلية للتأثير ستكون لديه القابلية عالية للتأثر. جميل. وهذا شيء مهم. الطفل الذي أو الإنسان الذي ليس لديه قابلية لأن يؤثر في الآخرين ويجذبهم إلى خيره، فستكون لديه القابلية عالية أن يتأثر بهم ويجذب إلى شرهم. أنا أعتقد يعني هذا يذكرنا في سلم أو مدارج الحسنات السبعة ومدارج السيئات. الدرجة السابعة من مدارج الحسنات التي ذكرها الخليفة الثاني في هذا الكتاب هو أن يصبح الإنسان شبيها للملائكة، بمعنى أنه هو يصبح متجسدا لفعل الخيرات، بمعنى أنه
مؤثرا، وهذه درجة متقدمة وعالية جدا، لابد الإنسان دائما أن يسعى إلى الوصول إليها. يعني من هنا نستطيع أن نعرف إذا كنا قد سرنا حقا على هذه الإرشادات الربانية، هذه التوجيهات بشكل صحيح. ننظر إذا كان ابني أو بنتي يحترم نظام الجماعة والمسؤولين في الجماعة. إذا لا يحترم نظام الجماعة، لا يحترم المسؤولين في الجماعة، إذن قد يعني ذلك أننا قد أخفقنا في إرشاد من هذه الإرشادات 26. وأيضا المتفحص يجد، وسنذكر ذلك لاحقا إن شاء الله، سيجد كل إرشاد من الإرشادات يغذي طرفا كأنه رافد، يعني يرفد هذه الأنهار بالماء. يعني كل إرشاد من الإرشادات السابقة 26 التي ذكرناها يغذي جزءا من هذه الأخلاق التي نتحدث عنها، هذه الأربع مشاهد، هذه الأربع ماذا تريد مكونات، هذه الأربع علامات التي تكون في الإنسان الخلوق والروحاني. فعلا تفضل استاذ. يعني في النقطة الأولى أن الإنسان يكون خلوقا ويتمتع بالروحانية، ما هي المؤشرات والدلائل التي تؤكد أن، يعني كيف أحكم أنا على ابني أنه، وهذه أمور تقاس، يعني يمكن قياسها من خلال سلوكيات وأفعال الطفل، أحكم على هذا الطفل أنه الآن يتمتع بالأخلاق وبالروحانية، وهي الغاية طبعا من عملية التربية. يذكر الخليفة الثاني رضي الله عنه عدة أمور، منها أولا أنه عندما يكبر يجب أن يطيع أوامر الشريعة لفظا وعملا وعقيدة، يعني سمعنا وأطعنا. يعني في هذه الحالة هو لا يجد صعوبة، الذي تلقى هذه التربية، الذي تربى على أن يتناول طعاما بمقدار معين في وقت معين بنوعية معينة ويتبرز في وقت معين، الذي يتعود على هذه الأمور في الإرشادات التي ذكرناها، وهو عندما يربى يعلم أنه يريد من عملية التربية إرضاء الله سبحانه وتعالى، فعندما يكبر ويفهم يعني إرشادات الدين وأهم طبعا في هذه الحالة، لن يجد صعوبة في التعامل وفي تطبيق أوامر الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الأوامر ليست هي تفرض على الإنسان ويجبر ويكره عليها ولا يصيبه الملل والإحباط ويتركها. أما عندما نحن نربي الطفل ونهيئه خلال فترة 15 عاما من التربية، هو يقوم بأوامر الله سبحانه وتعالى برغبة داخلية وبدافع ذاتي، ويستشعر أن الله سبحانه وتعالى يراقبه، وبالتالي هو يعمل بهذه الرغبة وهذه الدافعية، وفعلا يستطيع في هذا الحال أن يؤثر على الآخرين أيضا. أتمنى المشاهدين أن يراجعوا درجات التطور في الحسنات، سلم نعم. في كسب سلم كسب الحسنات، يعني هذا ضروري جدا أيضا. إذا كيف نعلم أن هذا الطفل أصبح قادرا على تحويل الآخرين؟ نعم، يعني هناك عدة علامات، أهمها أن ينبغي أن يكون الطفل قدوة حسنة، لأنه كما قلنا دائما التأثير على الآخرين، التأثير الإيجابي بالأخص على الآخرين، يتطلب القدوة الحسنة، النموذج الحسن. إذا هذه أول إشارة، إذا كان الطفل الشاب، لنقول الشاب لأن هذا الفحص يأتي بعد، يعني بعد مرحلة متقدمة من التربية، لا يكون الطفل عمره 3 سنوات أو سنتان مثلا. إذا كان هذا الطفل لديه القدرة على أن يكون نموذجا إيجابيا جيدا للآخرين، إذن أن يكون نموذج. وكيف يكون نموذج؟ من خلال أن يكون لديه أخلاق روحانية، يعني النقطة الأولى تغذي النقطة الثانية. ما دام لديه أخلاق روحانية إذن هو نموذج وقدوة للآخرين، وأن يكون كما تفضلتم محمدا صغيرا في مجتمعه، أن يكون يعني ملفت للنظر أنه على درجة عالية من الأخلاق الروحانية متميزا عن محيطه. أيضا أن يشارك في تربية الآخرين وتعليمهم، أن يكون لديه هذه الشعلة الداخلية أنه يريد أن يعلم، يريد أن ينقل هذا النور، هذا الخير الذي لديه للآخرين، يريد أن يربي، يسعى دائما، يذهب إلى هنا ويذهب يشاور هذا ويشاور هذا ويطلب من هذا المساعدة ويتعاون مع هذا على هيا نفكر كيف يمكن أن نفعل كذا، وهيا مثلا ما رأيك أن نجرب هذا الأمر مع الأطفال أو مع غيرهم، وهكذا. يعني
يكون لديه محرك داخلي للعمل مع الآخرين. يعني هذا الأمر الذي ذكره أخي أيمن يعني يذكرني بهذه الإرشادات. الذي يريد أن يعني يربي الآخرين ويريد لهم الخير لابد أولا أن يشعر بالمسؤولية تجاه الآخرين. هنا نفهم الحكمة عندما كان يقول الخليفة الثاني رضي الله عنه يجب أن نعهد لأطفالنا ببعض المسؤوليات وبعض الأعمال، الألعاب المشتركة أيضا، الألعاب المشتركة يجب أن نعطيهم المال حتى ننمي الشعور بالمسؤولية عند الأطفال وهم أطفال. عندما يشعر هذا الطفل بأنه مسؤول بالتالي هذه المسؤولية تدفعه نحو الآخرين، هو يريد الخير للآخرين، لا يريد مالا ولا جزاء ولا شكورا. يعني عندما يقول الناس الأحمديين مثلا يعني ما الغاية، ما الهدف، ماذا تحصلون مقابل أنتم الآن في هذه الجماعة وتعملون وكذا، لابد أنكم يعني تريدون شيئا ماديا ومكتسبا ماديا. هكذا ينظرون دائما بكل أسف، ولكن الشعور دائما بالمسؤولية التي يجب أن ينمى ويغرس عند الطفل ويغذى عليه الطفل كما يغذى على الطعام، هذا الشعور هو الذي يجعله يشعر بمسؤوليته اتجاه الآخرين، بمسؤوليته اتجاه مواساة الآخرين وإسعاد الآخرين وحب الخير للآخرين. أن تحب الخير للناس هذا هو محك لإيمانك الحقيقي. هذا ما ركز عليه المسيح الموعود عليه السلام وجعله من الشروط البيعة، مع أنه هذا جزء أصيل في ديننا العظيم، أن نحب الخير للآخرين بغض النظر عن دينهم ولونهم ومعتقدهم. يعني الإنسان الأحمدي ينظر إلى غير المؤمنين بإمام مهدي والمسيح الموعود كما تنظر الأسرة التي لديها طفل مريض لهذا الطفل، يعني يؤثرون على أنفسهم، يواسونه. نعم. يعني استعمل كلمات المسيح الموعود عليه السلام، كما تحب الأم إنني أحب جميع خلق الله كما تحب الأم الرؤوم أبنائها بل أكثر من ذلك. بهذه العاطفة يجب أن نتوجه للإنسانية. المؤمن الحق هو الذي يعمل ليل نهار لإسعاد الآخر. نأتي إلى هناك نقطة فقط بقيت عندنا في هذا المؤشر، وكيف نعرف المؤشرات التي تدلنا على أن هذا الطفل أو هذا الإنسان قادر على جلب الآخرين لخيره، وهي النقطة الثالثة أن لا يضيع موارده بل يجب أن يستخدمها بأحسن وجه ليفيد بذلك الدين والجماعة. إذن هذا هو الشعور بالمسؤولية. يعني في الإرشادات السابقة وهو يعني إعطاء الطفل بعض الأموال وبعض المسؤوليات حتى يتنمى لديه الشعور بالمسؤولية، هنا يبرز أثره، يكون لديه شعور بالمسؤولية تجاه الآخرين، تجاه أخلاقهم، تجاه مسؤولية تجاه نقلهم من الظلمات إلى النور، نقل هذا الخير إليهم. نعم أستاذ عبد القادر، كيف نعرف أن هذا الولد، هذه البنت أصبح قادرا على التقيد والالتزام والانضباط في نظام الجماعة وبقوانين الجماعة؟ يعني هو أولا قبل الذكر هذه المؤشرات التي ذكرها أصلا يعني الخليفة الثاني رضي الله عنه، لا شك أن عملية التربية ترسخ في ذهن المتربي على هذه الإرشادات، تربيه على الطاعة. يعني بما أن الإنسان أصبح قادرا على أن يضبط ثوائره النفسانية، وهذه رأينا كيف أن الإرشادات المختلفة بمجملها تدور على هذه النقطة، كيف أن الإنسان يسيطر على رغباته، مع أن هذا الطفل هو بحاجة له حاجات مختلفة فطرية، ولكن كيف يضبط هذه الحاجات بحيث تقف في موقف الاعتدال، بحيث تكون معتدلة في سواء هذه الرغبات، سواء كانت مادية، سواء كانت نفسية، سواء كانت عاطفية، في كل هذه الجوانب لابد من ضبطها حتى لا تخرج عن حد الاعتدال. وهذه أصلا مفهوم التربية، هي التنمية متوازية في جميع هذه الجوانب. في هذه الحالة يسهل على هذا الطفل المتربي أن يتقيد في قوانين الجماعة، في قوانين المؤسسة التي يعمل بها، يستطيع أن يطيع
الطاعة العمياء للخليفة والطاعة طبعا هذه الطاعة التي نحن نعلم أنها هي لن تكون في معصية الله سبحانه وتعالى. وبالتالي لا يجد الإنسان الطاعة تحتاج من الإنسان أن يكون قد أفنى نفسه، يكون الإنسان في قمة من التواضع والخضوع، كما يكون الميت جثمان الميت في يد الغسال. فإذا أنا في نظام الجماعة، إذا كان في الخدام أو في الأنصار أو في مجلس الأطفال أو في مع الأمير أو مع المربي أو مع الخليفة، نظام الخلافة هو هذا كله، هذا يسمى نظام الخلافة. فإذا كان الولد منضبط في تعليمات وتوجيهات المجلس الذي يكون تحته، إذا كان في لجنة إماء الله أو مجلس خدام الأحمدية أو أنصار الله، ويطيع المسؤولين، فهو فعلا يكون قد تربى على بشكل صحيح على 26 إرشاد الذي تحدث عنه المصلح المعود. وإذا رأينا أن الولد أو البنت لا يطيع المسؤولين عنه، إذن هو لم يتربى حقيقة على الإرشادات. طبعا هناك تريد أن تضيف شيء؟ طبعا أنا يعني أذكر هذه المؤشرات، لكن ركزت يعني على مفهوم الطاعة، لأنه لا يمكن أن نتقيد بدون هذا الفهم للطاعة. هنا يذكر إحدى المؤشرات أن يكون محافظا على أموال الجماعة وحقوقها، ونحن يعني رأينا كيف أن هذه الإرشادات التي تسمح للطفل بأن يأخذ أموالا ويتحمل مسؤوليات وإلى آخره، هي الهدف منها التدريب، لابد أن يربى. يعني أنت تقصد هنا أن يعطى الولد بعض المال ويقول له اذهب لسكرتير المال وقدم هذه المال للجماعة عند سكرتير المال واحصل على. وعندما نعطي الطفل الثقة بالنفس، أيضا هذا الإرشاد مهم جدا. إذن هذا الإنسان إذا أصبح هو سكرتير للمال في الجماعة، فبكل تأكيد سوف يحافظ على أموال الجماعة، سوف يتعامل مع أموال الجماعة كأمواله، بل أشد أهمية. وبالتالي هذا الإنسان ليس فقط يعني الجماعة هي الحاضنة، هو يتعامل هكذا في داخل الجماعة، وعندما يخرج إلى المجتمع وهو يعمل في المجتمع مسؤول، مهما كان موقعه في هذه المسؤولية سوف يتعامل بنفس الصدق وبنفس الإخلاص وبنفس الأهمية. وبالتالي هنا يصبح هذا الأحمدي والمسلم المتربي على هذه التربية هو مؤثرا في الآخرين، ويستطيع أن يقدم هذا النموذج المؤثر بالآخرين، لأنه يرى أن لا فرق هناك بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، المصلحة العامة تساوي مصلحته الخاصة، لا فرق بين مصلحة الجماعة ومصلحة البلد ومصلحة المجتمع ومصلحة الدولة. لماذا؟ لأن العنوان العريض التربية التي تلقاها هذا الطفل هي تدعو إلى حب الخير للجميع. جزاكم الله أحسن جزاء. أستاذ أيمن، كيف نعرف أن هذا الطفل يكن حبا عظيما خالصا لله عز وجل يفوق حبه لأي إنسان أو أي شيء آخر؟ يعني حب الله يكون عنده مقدم على حب الأب والأم والإخوة والمال وكل شيء وكل ما هو عزيز لديه. نعم، هذا هو المؤشر الرابع الرئيسي الرابع، نعم، من مؤشرات التربية. أيضا تنطوي تحته عدة مؤشرات جزئية منه، وهو الأول مثلا كيف أعرف أن الطفل يحب الله سبحانه وتعالى هذا الحب؟ إذا كان يحب كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا جدا مهم. يعني الإنسان الذي أو الطفل أو أي إنسان يكن لكلام الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم إجلالا وإعظاما كبيرا، بحيث يخشع لسماعه يعني، وتتغير حالته، تتغير جلسته، يتغير مشاعره، حتى إن كان مثلا في هذه الآية أمر له في موقف معين يلتزم سمعا وطاعة فورا، أو كان نهي عن شيء، يعني هكذا. هذا التعظيم لكلام الله سبحانه وتعالى، لأنه يعني أكثر الموجودات أو أكثر المكونات التي نتعامل معها، التي هناك يعني قريبة من الله سبحانه وتعالى، هي مصدرها الله سبحانه وتعالى بشكل مباشر وأكيد،
يعني دون تغيير أو تبديل هي القرآن الكريم. هذا كلام الله سبحانه وتعالى، هذه تعليماته، هذه أوامره التي تعبر عنه سبحانه وتعالى. لذلك حب هذا الكلام واحترامه علامة قوية جدا. أيضا مجرد اقتران اسم الله سبحانه وتعالى بموقف من المواقف حتى لو كان من غير مسلم، يعني لو أتى غير مسلم وقال الله مثلا أو كتب جملة ومكتوب فيها اسم الله سبحانه وتعالى حتى لو أنها جملة غير مهمة، أو كان مثلا اسم عبد الله موجود حتى لو كان عبد الله هذا مهما كان دينه، يحترم هذا لفظ الجلالة، هذا يحترمه كثيرا مهما يعني بغض النظر أين يرد أو كيف يرد يحترمه جدا. وهنا أذكر أنا للأسف في بعض الأماكن يعني لفظ الجلالة لا يلقى احترامه، حتى في المراسلات مثلا يرمون الأوراق في القمامة وهكذا ويكون لفظ الجلالة عليها، وحتى كلام الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر هام علينا جميعا أن ننتبه إليه، بأن نتلف هذه الأوراق وهذه المراسلات بالطريقة المناسبة، إما حرقة أو أي طريقة مناسبة تليق بمكوناتها. وأيضا المؤشر الثالث وهو رغم عيشه في هذه الدنيا ينبغي أن يكون منقطعا عنها كل الانقطاع، كما يعني قول المأثور عن الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. الإنسان رغم عيشه في هذه الدنيا وهو مفعم بالأمل وبالحيوية وبالعطاء وبالإيجابية، ولكنه دائما وفي كل لحظة يتذكر أنه في رحلة، وأن هذه الرحلة في أي لحظة ستنتهي، وأن كل ما يمتلكه هو أمانة ستعود إلى صاحبها في أي لحظة من اللحظات. وأيضا النقطة الرابعة والأخيرة وهي يجب أن يظهر في شخصه سمات حبه لله سبحانه وتعالى، أن يكون إلها صغيرا يمشي على الأرض. هذه غاية من خلقنا، بأن نكون يعني مجازياً، نعم مجازيا، أن نكون أن تنعكس صفات الله، أن تنعكس صفات الله سبحانه وتعالى فينا، وأن نعمل جهد طاقتنا بأن نقترب من هذه الصفات كما فعل، وخير من فعل ذلك هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ووصل إلى هذه الدرجة. يعني تسمح لي أن أقدم في نهاية هذا اللقاء نصيحة هي قدمها الخليفة الرابع رحمه الله في هذا المجال الذي نتحدث فيه، حيث قال إن يعني نقاط الضعف الموجودة في قلوب الوالدين يقرأها الأطفال، في قلوب الوالدين يقرأها الأطفال في مظهرهم وتعابير وجوههم وأعينهم، ويفهمون مواقفهم الحقيقية وميولهم ورغباتهم. إن هذه الأمور لا تبقى مخبوءة عن الأطفال، فهم يعلمون جيدا مواصفات والديهم وكذلك اهتماماتهم الحقيقية، ويبدأون بالتطور طبقا لمعرفتهم تلك. فإذا بقيت، هذا الخطاب موجه للوالدين الآن، فإذا بقيت فكرة صلتكم بالله هي الأعلى والأهم في عقولكم، وإذا بقيتم على الدوام خائفين من أن تكونوا قد أغضبتم الله تعالى، أو أن تكونوا قد ارتكبتم أي عمل لا ينظر الله إليه بالحب والقبول، أو تكونوا قد حرمتم من تلك الأعمال أو حرمتم من تلك الأعمال التي ينظر الله تعالى إليها برضا القبول والحب. فهذا طبعا هنا يريد أن يوصل رسالة أنه بهذه الحالة ستجعل أطفالك يحبون الله سبحانه وتعالى. إذن لأن الطفل هو مرآة والديه. أنا أذكر قصة الآن في إحدى المدارس، سألت معلمة من يصلي على الدوام فباستمرار وبدون تقطع، فطفلة رفعت يدها وقالت أنا. طبعا هذه الطفلة هي أحمدية من بين مجموع طلاب الصف، وهذه المعلمة قالت إن أصدق طفلة في هذا الصف هي هذه الطالبة
الأحمدية. اسمها حتى تتشجع، أنا أريد أن تذكر يعني اسم عائلتها بس اسمها. هذه لا تريد هي أن لا نريد أن نذكر الآن، ولكن هذا هو نموذج. نحن لا نذكر هذا الشيء من باب التفاخر، ولكن من باب التشجيع. لابد أن هذا الموضوع كما ربنا يكون في جل اهتمامنا. بارك الله فيك أستاذ أيمن. فعلا يا رب أصلح حال أمة سيدي، عندك هين عندنا متعسر. فمشاهدينا الأكارم، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نفهم ونعي ونفقه هذا الكلام الهام جدا، حتى نرتقي ويرتقي أبنائنا وأجيالنا في المستقبل إلى أعلى المستويات في الأخلاق والروحانية. بارك الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.